مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناة ميدزو. أنا خديجة فيصل واليوم رح كمل شرح مادة الكلينيكال كيمستري 2. رح ناخد اليوم شابتر البروتين الكتروفريسز ورح نشوف كيف جهاز الكتروفريسز بيفصل لنا التوتال بروتين، ورح نتعرف على أنواع التوتال بروتين وكل نوع فيهم إمتى بيطلع وإمتى بينزل وإمتى بيزيد وإمتى بينقص. هل البروتينات من شو بيتكونوا؟ من امينو اسيدز، بوليمر اوف امينو اسيدز، من الالفا امينو اسيدز، وتقريبا عندنا 20 نوع من الامينو اسيد. الاستراكشر له للامينو اسيد بيتكون عندنا بالكاربوكسيل جروب اللي هو النيجاتيف، الجزء النيجاتيف تشارجد، وعندنا الامينو جروب اللي هو الجزء اللي بيكون بوزيتيف تشارجد. غالبا ما بيكون الكاربوكسيل والامينو جروب بصير لهم تأيون بوسط pH، حسب pH، حسب pH تبع الوسط اللي بيكونوا فيه، يا اما بصير البروتين نيجاتيف تشارجد او بوزيتيف تشارجد حسب pH، اما بيكون اسيدك او بيسك. اسيدك رح يصير بوزيتيف تشارجد البروتين، البيسك رح يكون نيجاتيف تشارجد البروتين. هلا شو هو الالكتروفريسز؟ هو جهاز بنستخدمه للفصل الماكروموليكيولز، خاصه البروتينات والنيوكليك اسيدز اللي هم الدي ان اي والار ان اي. على شو بيعتمد الالكتروفريسز او شو مبدا عمله؟ حسب التشارجد موليكيولز، حسب شحنه الموليكيول، تحت تاثير الكتريك فيلد اللي هو تحت تاثير المجال الكهربائي، فبصير في عنا مايجريشن للموليكيولز باتجاه يا اما البوزيتيف اللي هو الانود او النيجاتيف اللي هو الكاثود، القطب الموجب او القطب السالب حسب شحنه الموليكيولز. فاذا كان شحنته بوزيتيف الموليكيولز رح نحطه عند الانود، ورح يصير له مايجريشن باتجاه الكاثود، رح يصير فيه تنافر تحت تأثير المجال الكهربائي. واذا كان نيجاتيف المولكيول رح نحطه عند الكاثود ورح يصير له مايجريشن باتجاه الاوبوزيتيف، كمان تحت تأثير المجال الكهربائي. هلا المايجريشن اوف بروتين ديبندز اون، لما بنعمل فصل للبروتينات فالمايجريشن تبع البروتين هاد بيعتمد على سترينث اوف الكتريك فيلد اللي هي قوه المجال الكهربائي، واللي هي بين قوسين الحراره. لازم تكون معتدله، يعني بتكون هي اصلا كنترولد من الشركه، فما بصير انه نحن نزيد الحراره بشكل كبير، لانه هذا رح يعمل ديناتوريشن للبروتين او للنيوكليك اسيد. اذا نحن قاعدين بنفصل للنيوكليك اسيد بسبب ارتفاع درجه حراره السوليوشن اللي رح يكون فيه المولكيولز. كمان بتعتمد المايجريشن على شحنة المولكيول، وحكينا شحنة المولكيول بتعتمد على الـ pH إذا كانت أسيدك أو بيسك. كمان بتعتمد على السايز والشيب، فكل ما كان السايز أكبر كل ما كانت المايجريشن أبطأ، وكل ما كان السايز أقل رح تكون المايجريشن أسرع. يعني بشكل طبيعي انه لما بيكون حجم المولكيول كتير كبير او هو رح يكون اثقل رح يكون بطيء جدا. كمان حسب الشيب اوف مولكيولز، فاذا كان لينير رح يكون اسهل للمايجريشن، بينما يكون معقد رح يكون ابطأ. كمان بتعتمد على خصائص السبورتنج ميديوم اللي نحنا اصلا رح نستخدمها او رح نحطها بالالكتروفريسز، مثل الجل او الاسبارتيت اسيتك نسيت شو اسمها بالضبط. المهم السبورتنج ميديوم، هاي الميديوم اللي بنحط فيها اصلا احنا المولكيولز، كمان خصائصها بتعتمد عليها المايجريشن، فاذا كانت الفيسكوسيتي عاليه او قليله. وهذا الشيء يعني بس ذكر، مو مهم هون كتير، المهم نحن نعرف هلا كيف بصير في فصل للتوتال بروتين. هاي هون بفرجيني صورة الالكتروفريسز، وهون بيكون الالكترود الكاثود والانود، هون التيار الكهربائي. سيرم بروتين الالكتروفريسز، انه نحن ناخد سامبل اوف سيرم ونعمل سيبريشن للبروتينات الموجودة بالسيرم عن طريق الالكتروفريسز. هلأ بفرجيني هون صورة مبسطة، انه عندي هون الانود وهون الكاثود،
ومنشوف الألبيومين إنه هو هون هو قطع مسافة أقل مسافة قطعها هو الألبيومين، فمعناته هو أتقل بروتين موجود بالسيرم، بعدين الألفا جلوبيولين، بعدين البيتا جلوبيولين، بعدين الجاما جلوبيولين. معناته الجاما جلوبيولين هي أخف شيء، أو خلينا نحكي هي أقل مولكيولار ويت وأكتر مولكيولار ويت اللي هي الألبيومين. بالإلكتروفوريسز أو بالسيرم إلكتروفوريسز منجيب السامبل بنعمل لها ديليوشن، لأنه رح يكون نسبة البروتينات كتير عالية بالسيرم، فمشان يقدر الجهاز يقرأها لازم نعمل ديليوشن للسامبل، وكل بروتين من هدول رح يترسب بمكان معين حسب اعتمادا على الموليكولار ويت. رح نثبت الإلكتريكال فيلد أو المجال الكهربائي، ورح نثبت الوقت، يعني نحن لما نحط السامبل رح نعير أو نعاير الجهاز لمدة 20 لـ30 دقيقة تقريبا، بس رح يختلف عنا الديستانس اللي هي المسافة والموليكولار ويت، والموليكولار ويت مع الديستانس رح تكون علاقتهم عكسية، كل ما كان الموليكولار ويت أقل رح يمشي مسافة أكتر اللي هو مثل الجاما جلوبيولين. النورمال سيرم بروتين إلكتروفوريسز مو كتير مهم إنه نعرف بالضبط شو هو، بس الأهم إنه نعرف إنه هو الألبيومين هو أكتر نسبة تقريبا 65% نورمال رينج له من 47 لـ71 أو تقريبا 3.5 جرام بير ديسيليتر. بعدين بيجي عنا الجاما جلوبيولين هو أكتر بعد الألبيومين، والألفا والبيتا هم أقل تركيز موجودة بالسيرم. هاي بفرجيني النورمال سيرم بروتين إلكتروفوريسز كيف توزيع البروتينات لما نعمل لهم سيبريشن على الإلكتروفوريسز. الألبيومين بيكون أكتر شي حكينا 65%، بعدين بيجي عنا الجاما، بعدين البيتا والألفا 1 والألفا 2 كمان. هاي مرة هاي الألفا 1 اللي هو ألفا 1 أنتي تريبسن، الألفا 2 يا أما ماكرو جلوبيولين أو هابتو جلوبيولين أو جلوبين، البيتا 1 ترانسفيرين، والبيتا 2 لايبو بروتين، بس نحن هون رح ناخد بالشابتر أكتر شي نركز على ترانسفيرين. وعندي الجاما اللي هم الأنتي بوديز اللي هو الأمينو جلوبيولين الاي جي اي والاي جي ام والاي جي جي والاي جي دي والاي جي اي. كمان مرة فرجيني كيف توزيع السيرم بروتين إلكتروفوريسز. هون النورمال، هاي ابنورمال بتكون، وبهي الحالات في عنا هون مثلا اكيوت انفلاميشن. هون ما بنقدر نعرف بالتفصيل انو بروتين طالع ولا انو بروتين نازل لانه الصورة مو واضحة، بس هون دائما في شغلة انه لما بيكون مرتفع الالفا دائما بيكون في عندي معناته acute inflammation، هاي مهم نعرفها. الكلينيكال significance of albumin حكينا الريفرنس رينج من 3.5 لـ5.5 جرام بير ديسيليتر. امتى بيكون زايد الالبيومين اللي هو بيكون بحالة اسمها الهايبر البيومينيميا، كتير بيكون زايد بالدم. في حالة الديهايدريشن رح نفقد كتير سوائل، بالمقابل رح يرتفع البروتينات رح ترتفع. او بيكون الهايبو البيومينيميا في حالة اللو انتيك، او نكون عم نفقد كتير بروتينات اذا كان في عنا مشاكل بالكدني، او بيكون مشاكل بالجاسترو انتستينال تراكت ما عم نعمل ابزوربشن منيح للبروتينز، او في حالة الوند والبيرن الحروق والجروح، لانه الجلد هو major extravascular albumin storage، مخزن كتير منيح للألبيومين، فإذا صار في عنا حرق أو جرح لا سمح الله رح نفقد ألبيومين، ورح يصير في عنا حالة اسمها الهايبو ألبيومينيميا، أو في حالة كمان نفس الشيء اللي حكيناها مشكلة هاي مشكلة بالأمعاء الانتروباثي، أو نيفروتيك سيندروم اللي هي مشكلة بالكدني، أو إنكريس كتابوليزم، عم كتير عم نعمل كتابوليزم للبروتين.
هلأ خلينا نحكي بالتفصيل المميل إنه إمتى كل بروتين بيصير له increasing أو decreasing. نبلش بالألفا 1 جلوبيولين، حكينا اللي هو ألفا 1 الاسم الثاني اللي له ألفا 1 أنتيتريبسن، إمتى بيصير له increased؟ بحالة الإنفلاماتوري أو acute phase. هلأ هاد حكينا بشابتر الليفر انه الالفا 1 انتي تريبسن هو بيعمل انهيبيشن للتريبسن، وهي اصلا التريبسن هي بروتياز. وامتى البروتياز بيطلع في حاله من الحالات؟ مثلا النيوتروفيل لما تفرز الالاستيز، واللي هي الالاستيز هي اصلا عملها بروتياز، تحطيم للبروتينات او لما بيكون في عنا infection bacterial infection. فلما بيصير في عنا bacterial infection رح تطلع هاي التريبسن وتعمل أو الإلاستيز، خلينا نحكي بشكل خاص الإلاستيز رح تطلع، فلازم يكون عليها تحكم من قبل الألفا 1 أنتي تريبسن. فمن المنطق أنه يزيد الألفا 1 أنتي تريبسن أو الألفا 1 جلوبيولين في حالة الإنفلاماتوري أكيوت فيز. إمتى بينقص؟ بيكون في عنا ميوتيشن إنجين، يعني بينولد الطفل هو عنده نقص بالألفا 1 أنتي تريبسن، يا أما بيكون بيصير عنده سيروسز اللي هو تليف على الكبد بسبب بيصير في عنا ميوتيشن بالجين، فما بيكون في عنا الألفا 1 أنتي تريبسن، فرح يترسب التريبسن هاد، ما في شيء عم بيحط أو ما في شيء عم بيعمل له كنترول، رح يترسب على الليفر ويعمل سيروسز. أو إنه التريبسن هاد بيصير يروح يهاجم الألفيولاي باللونجز ويعمل شورتنس أوف بريث اللي هي الإنفسيما. البروتين الثاني اللي هو الألفا 2 جلوبيولين. هلأ الألفا 2 جلوبيولين لما بيزيد معناته بيكون زايد عنا بشكل خاص اللي هو الألفا 2 ماكرو جلوبيولين، يعني الألفا 2 جلوبيولين بشكل اللي هي الشيء الرئيسي تحتهم بيجي عنا الألفا 2 ماكرو جلوبيولين، بيزيد بحالة النفرتنك سندروم وبيصير كمان بريفرال إيديما. هلأ بحالة النفرتنك سندروم رح يصير في عنا ليكس أوف بروتينز، تمام؟ رح يتصير يتسرب عنا البروتينات يطلعوا مع اليورين. هلأ مين البروتينات اللي رح تطلع مع اليورين أو رح تطلع الكدني، رح تقدر الكدني إنها تطلعها؟ اللي هي السمول بروتين. هلأ السمول بروتين مثل الألبيومين، تمام؟ هلأ أما الألفا 2 ماكرو جلوبيولين هو كبير، فما رح الكدني تقدر تطلعه، رح تقدر بس تطلع الألبيومين. فرح نشوف بهاي الحالة النفرتك سندروم رح يكون الألبيومين كتير عالي باليورين، بالمقابل عنا الألفا 2 ماكروغلوبيلين كتير عالي بالسيرم، لأنه لازم يكون في عنا اللي هي الأوزمتك بريشر، لازم تكون يعني بالحالة الطبيعية، أو إنه الأوزمتك بريشر لازم يصير في تساوي بالبروتينات أو بين السوليوتس والسوليوشن، هيك أصبط بين البلد والمولكيولز الموجود فيهم مثل البروتينات، فلازم تكون عالية الألفا 2 ماكروغلوبيلين، وبسبب كبر حجمها الكدني ما رح تقدر تطلعها لو بيصير فيها دمج. بس بالمقابل الألبيومين هو صح صغير بس المولكيولر ويت لإله كتير عالية، يعني هو حجمه كبير بس المولكيولر ويت لإله حجمه صغير بس الموليكولر ويت لإله كتير عالية، فلهيك شفناه بالإلكتروفوريسيس هو أبطأ شيء. الماكرو جلوبيولين هو عكسه، حجمه كبير بس الموليكولر ويت لإله خفيف، أخف من الألبيومين، لهيك شفناه بالإلكتروفوريسيس هو بعد الألبيومين بصير له ميجريشن بسرعة. كمان في حالة الممبرينس الجلوموريو النفرايتس اللي هو التهاب الجلوموريولوس، وفي حالة الهايبر ليبيديميا هي رح نعرف بالضبط ليش بيرتفع في الشابتر الليبتس اللي هو داخل معنا بمادة الفاينل. هلأ امتى بينقص الالفا 2 جلوبيلين؟ بسبب نقصان الهابتو جلوبين، حكينا الشيء الرئيسي الالفا 2 جلوبين. هلأ الهابتو جلوبين هو من الالفا 2 جلوبين
المعابين. تمام؟ امتى بينقص؟ بحالة الهيمولايتيك انيميا. هلا بحالة الهيمولايتيك انيميا رح يكون عندي destruction of RBCs، يعني ال RBCs count كتير واطية. رح يكون عندي كمان ال immature RBCs اللي هم reticulocyte عالين، فالهيموغلوبين كمان رح يكون ناقص. فبسبب انه الهيموغلوبين ناقص رح يكون الهابتوغلوبين ناقص. ليش؟ لأن الهابتوغلوبين أصلاً وظيفته أنه هو يرتبط بالهيموغلوبين ويحتفظ بالحديد وبالأمينو أسيدز، أنه ما يصير لهم فقدان باليورين، يحتفظ فيهم مشان يرجع الجسم يعمل لهم ريوزينج. تمام؟ فنقص أصلاً الهيموغلوبين بسبب الهيموليتيك أنيميا، فرح ينقص عنا الهابتوغلوبين. حكي لي انه الهيموليتيك انيميا اللي بيكون سببها السفيروسايت. هلا السفيروسايت اللي هي الار بي سيز لما بتكون بشكل دائري ما بتكون باي كونكيف، بسبب جينيتيك ميوتيشن او شيء وراثي صار عندنا فقدان لواحد من البروتينات البلازما ممبرين اللي بيحيطوا بالار بي سيز واللي بيحافظوا على شكلها، ففقد هذا البروتين صار في عندنا السفيروسايت للار بي سيز فبصير لها دمج. هلا البيتا جلوبين بيزيد بحاله، هلا البيتا جلوبين مثل عنا الترانسفيرين، والترانسفيرين مثل ما بنعرف اللي هو الناقل الرئيسي للحديد بالجسم. هلا امتى بيزيد هذا الترانسفيرين؟ في حاله الايرون ديفيشنسي انيميا. هلا في حاله الايرون ديفيشنسي انيميا رح يكون عندي الحديد ناقص بالجسم، او في حاله المايكروسايتيك هايبوكروميك ار بي سيز كمان بسبب هاي المايكروسايتيك المايكروسايتيك هايبوكروميك اللي هو بيكون عندنا الهيموغلوبين نسبته اقل من الطبيعيه، واحد اسباب انه الهيموغلوبين نسبته اقل من المستوى الطبيعي له اللي لازم يكون فيه اللي هو نقصان كمان الحديد. والثيرد ترايمستر اوف بريجننسي كمان نفس الشيء، المراه الحامل لما بتكون بالشهر لما توصل لشهر السابع والثامن والتاسع رح يبلش الحديد ينقص عندها، لانه عم بيصير كمان يعني عم تحتاج جسمها عم بيحتاج كمان يكون بلاد للبيبي، فمن الطبيعي انه رح يصير في نقص بالحديد. فلما بيصير في نقص بالحديد رح الترانسفيرين هذا البروتين رح يصير له اكسبريشن زايد، انه بصير الجسم باي طريقة انه بس بده ياخد حديد، بس بده ياخد حديد، فهو رد فعل للجسم انه يصير في عنا اكسبريشن اوف بروتين ترانسفيرين. طيب كمان هون بيحكي لي increased بيتا جاما with breaching في حالة السيروسز، يعني من عند البيتا للجاما رح يكون في عنا مثل الجسر رح يكون كتير زايد في حالة السيروسز. هلأ منشوفها لقدام. هلأ اجينا للبروتين الجاما جلوبيولين، واللي هو الجاما جلوبيولين عنا الجاما جي اللي هو الانتيبادي الاي جي جي. اما من عند البيتا للجاما الباند من عند البيتا للجاما فيه عندنا اي جي اي اي جي ام والاي جي دي والاي جي اي. امتى بيزيدوا؟ في حاله الانفكشنز. هلا في حاله الانفكشنز بكتيريال انفكشن او فيروس انفكشن الجهاز المناعه رح يصير له ستيميوليشن، فرح يزيد عندي تكوين الانتي بوديز اللي هم الاي جي اي والاي جي ام والاي جي جي اهم شيء، فمن الطبيعي انه يزيدوا لانه البلازما سيلز اللي بتكونهم رح يصير لها ستيميوليشن نتيجة الانفكشن. او في حالة الجرانيولوميتس ديزيز، او في حالة التيوبركولوسيز او الساكروكويد ديزيز، هو هاد مرض اسمه الساكرويد كمان بالعربي، هو بيكون كرونيك ديزيز بصير في انلارجمنت اوف ليمف نودز اند لونجز، بصير في هون استجابة لجهاز المناعة على شيء غير معروف، يعني لسه ما بنعرف شو السبب الرئيسي لهذا المرض، او بالسيفيلاس كمان لانه كمان كرونيك، او ريموتويد كولاجين ديزيز كمان هو كرونيك فرح يزيد عنا الجاما جلوبين، او الهوتشكن ليمفوما. الهوتشكن ليمفوما هاد الهوتشكن الهوتشكن لحاله ليمفوما لحال، بس الهوتشكن اصلا هو جزء من امراض الليمفوما اللي هي بتصيب الليمفوسايت تي سيل او البي سيل بشكل خاص. البي سيل الليمفوما كمان هو كانسر للليمفوسايت، او في حاله الليفر ديزيز الكرونيك خاصه الكرونيك هيباتايتس. فمنستنتج انه الجاما جلوبيلين بتزيد بشكل رئيسي في امراض الكرونيك. دائما لما بيكون في كرونيك بيزيد الجاما جلوبيلين، حكينا لما بيكون في عنا اكيوت بيزيد الالفا جلوبيلين.
هلا بيقول لي انه هون بده يعرف لي شو يعني الهوموجينس، او مو بده يعرف لي امتى بصير في عنا هوموجينس سبايك بيك، يعني هو لما بيكون في عنا ارتفاع كيف بدي افرجيكم اياها بصوره. هون مثلا هاي بولي هيك، هاي سبايك بيك اسمها، بنحكي لها انها سبايك بيك لما بيكونوا الجاما بشكل خاص هيك مرتفعين بهذا الشكل، اسمها هوموجينس. تمام. امتى بيرتفعوا هاي؟ لما بيكون في عنا سبايك بيك مالتيبل مايلوما او ولدنستروم ماكروغلوبولينيميا. بس حكى لنا الدكتور انه لما بيكونوا يعني لما بيكون في مرتفع هذا الجاما خلص يعني نحن بنقول انه هو كرونيك ديزيز، ما بنقدر انه نحدد بشكل رئيسي شو هذا الكرونيك ديزيز بغض النظر شو هو، بس انه هو كرونيك ديزيز. بس الاغلب والشائع دائما انه يكون مالتيبل مايلوما. decreases بيكون في عنا هايبو جاما. هلا المونوكلونال جاموباثي اللي فرجيتكم اياها الصوره اللي قبل شوي، انه بيكون في نارو نيدل شيبد على شكل نيدل ضيقه سبايك او شوكه هيك بتكون مرتفعه، بيكون في عنا ارتفاع بال الاي جي جي او الاي جي اي بسبب بلازما سيل مايلوما، كانسر بالبلازما سيل وبخاصه خاصه البي سيل لانه البي سيل هي اللي بتنتج الانتي بوديز، او بيكون في عنا ارتفاع بالاي جي ام، وكمان هذا الاي جي ام بيرتفع في حاله الليمفوبلازماتيك ليمفوما كمان هاد كانسر. هلا اذا كان الارتفاع بالجاما ريجن دائما نعم نعتقد انه او غالبا بيكون هو الاي جي جي هو المرتفع، اذا كان بالجاما والبيتا والالفا 2 جلوبولين بيكون الاي جي اي هو اللي مرتفع الانتي بودي الاي جي اي، اذا كان بين البيتا والجاما بيكون الاي جي ام هو اللي مرتفع. هلا هاي كيف بدنا نحدد بالضبط انه انتي بودي مرتفع؟ عن طريق شيء اسمه الاميونوفيكسيشن، الاميونوفيكسيشن الكتروفيريسز. هلا هو هذا الاميونوفيكسيشن الكتروفيريسز مكتوب بالشابتر بس هو مو داخل معنا بامتحان السكند، بس انه اعرفوا انه هو الاميونوفيكسيشن الكتروفيريسز مشان نحدد بالضبط انه انتي بودي مرتفع عنا. هلا البوليكلونال اللي هو بيكون يعني بنحس انه كل الانتي بودي مرتفعين، يعني كل منطقه الجاما مرتفعه، اسيمتريك بيك يعني بشكل غير متماثل بيكون واصل الذروه. امتى بيكون في حالات الكرونيك انفكشن مثل الاتش اي في اللي هو مرض الايدز، او الاوتو اميون كولاجين فازيكولار ديزيز مثل سيستميك ليوباس اريثروميتاس او روماتويد ارثرايتس، هدول امراض اوتو اميون، او ليفر ديزيز. بهي الحالات بيكون عندنا بوليكلونال هايبر جاما جلوبولينيميا. هلأ منيجي نفصل بكل واحدة، أو عنا الدكتور حط لنا صور لكيسز وحكي لنا أنه شو المرض اللي متوقع يكون. مثلاً بهاي السيرم إلكتروفريسز عنا مرض النيفروتيك سيندروم، وأكتر شيء مميز بهاي الصورة أنه الألفا 2 كتير عالية مقارنة بالنورمال. عفواً. هلأ بحكي لي أنه the long term loss of lower molecular weight proteins اللي هم الالبومين والاي جي جي، لما بيكون في عنا نيفرتيك سيندروم رح نفقد كتير من البروتينات اللي بتكون lower molecular weight اللي هم الالبومين والاي جي جي، ورح يحتفظ بنفس الوقت رح يحتفظ بالهاي molecular weight اللي هم مثل الالفا 2 ماكرو جلوبولين. لهيك حكينا انه رح يكون كتير عالي بالسيرام الالفا 2 ماكرو جلوبولين في حالة النيفرتيك سيندروم. وهي الحالة اللي بيشنت عمره 39 سنة هي فيميل معها اللي هو سيستميك لوبس اريثروشي نسيت شو هو، فهو اصلا اوتو اميون ديزيز واكيوت هاي الفيميل كانت بتفقد بروتين باليورين تقريبا 3700 ميلي جرام، واصلا النورمال لازم يكون اقل من 150 ميلي جرام بير داي.
تمام. هلأ هذا الـ SLE اللي هو systemic lupus erythematosus ممكن إنه يأثر على الكدني، تمام، هو autoimmune disease فممكن إنه يأثر على الكدني، فنتيجة هذا المرض صار عندها nephritic syndrome وارتفع عندها الألفا 2 macroglobulin. الحالة الثانية اللي هي البوليكلونال جاموباثي، يعني في أكثر من اميونوغلوبولين زايد، في أكثر من واحد أو كلهم أو أكثر من واحد ما بنعرف كيف بالضبط. حكينا إنه إذا بدنا نعرف بالضبط بالخاصة إنه نحدد أنه واحد عن طريق الاميونوفيكسيشن إلكتروفريسز. والشيء المميز بهاي الصورة اللي هو الجاما بيكون كتير مرتفع، فمعناته بنحكي بوليكلونال جاموباثي. هذا الشيء بيصير سكندري، يعني سكندري افكت لعدة امراض بتكون كرونيك ديزيز. بحكي لي انه هاي السيروم الكتروفريسيس كانت لبيشنت عمره 39 سنة ميل عنده الساكروكوردوسيس، وحكينا هو اصلا الساكروكوردوسيس هو كرونيك ديزيز بصير في انلارجمنت باللمف نود او بالرئتين، وبصير ستيموليشن للاميون سيستم لسبب غير معروف لسه، فبيكون ارتفاع بالجلوبيولين أو الجاما جلوبيولين مشان نقدر نحدد بالضبط اللي هو عن طريق الاميونو فيكسيشن إلكتروفريسز. يعني هاي الحالة عرفوا انه هذا المرض موجود عن طريق الاميونو فيكسيشن إلكتروفريسز، تمام. اما لما نحن نعمل سيرم إلكتروفريسز هيك يعني مو اميونو فيكسيشن، رح نلاقي بالكرونيك ديزيز رح نلاقي هاي المنطقة عالية، فإذا بدنا نعرف إنه هاد معه مالتيبل مايلوما أو مرض تاني بيكون كرونيك بدنا نعمل الـ IFE. هاي الصورة لمريض معه مرض بالكبد 46 سنة عمره وميل، بالهاي أخدوها هاي السامبل بآخر مراحل الليفر ديزيز، وشو كمان كان عنده سيروتيك باترن. هلا الشيء المميز هون بهي الرسمه انه من عند الجاما لعند البيتا، هلا هاي الفا، هاي الفا 2، هاي البيتا وهاي الجاما، ما في فرق بين الالفا 2 والبيتا. هلا هون لازم يكون يشوفوا النورمال، لازم تكون هون هيك نازله. هلا هون لا، بيكون جسر كتير عالي فما بنقدر نميز انه جاما وانه بيتا. بهي الحاله بنحكي انه ممكن انها تكون ليفر ديزيز. هلا الأكيوت إنفلاماتوري باترن، حكينا أكيوت معناته رح يكون مرتفع عندي الألفا وخاصة الألفا 2. هاي العينة لبيشنت عمره 42 فيميل، التمبرتشر اللي لها كتير عالية معناته الإنفلاماتوري كتير حاد أكيوت. شخصت انه عندها نيمونيا وبايلو نيفرايتس اللي هو النيمونيا اللي هي التهاب بالرئة، والبايلو نيفرايتس اللي هو التهاب بالكلى نتيجة بكتيريال انفكشن، معناته انفلاميشن اكيوت. In the acute inflammatory pattern albumin and gamma globulin are decreased. الالبومين بينقص والجاما جلوبولين بيكون كمان ناقص، اما الالفا 2 بيكون يعني هي العلامة المميزة هون انه بيكون مرتفع، حكينا بحالات الاكيوت. فهون الالفا 2 بيكون كتير مرتفع او اكتر من الجاما جلوبولين، فبنحكي هو اكيوت انفلاماتوري، بس شو هو بالضبط الديزيز ما بنقدر نحن نحدد. الدكتور هو اللي بيطلب الفحوصات ليكمل ليقدر يعرف شو الديزيز بالضبط. نحن من خلال هاد الشيء بنقدر نحكي بس انه هو اكيوت، بس انه هاي ماخوذه من هاي السامبل ماخوذه من مريض عنده نيمونيا والبايلونيفرايتس. هلا الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، حكينا هي اصلا كونجينيتال بتكون او اكوارد، بتعمل ليفر او بلومينري ديزيز اللي هو الانفيسيما البلومينري ديزيز او ليفر سيروسيس.
فبيولد الطفل معه ديفيشنسي بالألفا 1 أنتي تريبسن، بصير عنده early onset emphysema حكينا اللي هي shortness of breath، ما بيقدر يتنفس منيح، أو البنكرياتيك insufficiency أو cirrhosis. وهاي الألفا 1 أنتي تريبسن هون مكانها، أما الباقي نورمال. الإيمينوفيكسيشن حكينا مو داخل بامتحاننا السكند. خلينا نشوف الإلكتروفريسز أوف يورين. هلأ بالإلكتروفريسز أوف يورين لازم نحنا نعمل كونسنتريشن للسامبل اللي إجتنا، لأنه يعني من غير المعتاد إنه البروتينات تنزل باليورين، فرح تكون نسبتها كتير قليلة. فإذا كان نازل شيء بدنا نعرفه بالإلكتروفريسز لازم نعمل للعينة كونسنتريشن. هلا الالكتروفوريسز لليورين بنعمله مشان نشوف البنس جونز بروتينز، وهدول هم مونوكلونال جلوبيلين. هدول البنس جونز بروتينز هم مونوكلونال جلوبيلين بروتين، وبالضبط شو هم؟ هم الاميونوجلوبيلين لايت تشين. هلا الاميونوجلوبيلين اللي اخذناه بالمناعه عنده لايت تشين وهيفي تشين، فهذا البنس جونز بروتينز هو المسمى اللي بين اللي بنطلقه على اللايت تشين لما ينزل باليورين، وهذا بنلاقيه في حالة المالتيبل مايلوما، البيشنت اللي عندهم مالتيبل مايلوما اللي هو كانسر اوف بي سيلز. لازم الالكتروفوريسيس لليورين لازم نعمله مع السيرم. هلا لما نعمل سيرم الكتروفوريسيس ممكن انه نكتفي وخلص نشخص المرض، بس اليورين ما بينطلب هيك لحاله من دون سيرم الكتروفوريسيس، لا لازم نعملهم الاثنين سوا ونقارنهم ببعض. فلازم اصلا بيكونوا عكس بعض تماما، يعني مثلا الالبيومين بيكون كتير عالي باليورين بس بالمقابل بالسيرم بيكون نازل، الالفا 2 جلوبيلين بيكون كتير عالي بالسيرم بس بالمقابل باليورين بيكون نازل. بانه حاله هاي بالنفرتيك سيندروم. هلا هون بفرجيني انه بيكون الهايبو جاما جلوبيولينيميا كتير ناقص الجاما جلوبيولين. هاي الحاله بتصير ب غالبا ما انها تكون ميوتيشن بالجين، صار في عنا اماتشور بي سيل، البي سيل بتكون اماتشور فما انا قادر انها تصنع عدد كافي من الانتي بوديز، وممكن انها تسبب ليفر وكيدني ديزيز. هلا مو مكتوب الحكي اللي حكيته بس غالبا هيك بيكون. النفرتيك سيندروم هذا الخط الغامق اللي مو منقط هو النورمال. فبالنفرتيك سيندروم بالسيرم بيكون الالبيومين نازل بس بالمقابل باليورين بيكون مرتفع، تمام؟ بيكون كمان عندنا طالع او انكريزنج بالالفا 2 ماكروجلوبيولين، وبيكون ديكريزنج للجاما جلوبيولين. الهيباتيك سيروسز بيكون في عنا نقصان بتصنيع الألبيومين، لأنه الهيباتيك سيروسز يعني الهيباتوسايت اللي بتصنع الألبيومين فيها شيء، فيها مشكلة، فرح تكون ديكريزنج للألبيومين، بالمقابل رح يكون في عنا انكريزنج للجاما جلوبيولين. وهي الحالة شو حكينا اسمها؟ البوليكلونال جاموباثي، تمام؟ واصلا هي الحاله امتى بتصير؟ بالكرونيك ديزيز، والسيروسيس اصلا هو من الامراض الكرونيك ديزيز. المونوكلونال جاموباثي حكينا لما بتكون هي على شكل سبايك او سبيك شارب سبيك، او اللي هي النارو نيدل حكينا، فبيكون الالبيومين نازل بالمقابل الجاما كتير عاليه. وهي قلنا كمان بالكرونيك ديزيز ممكن انها تكون غالبا ما انها تكون بالمالتيبل مايلوما نشوفها. بروتين لوزنج انتروباثي اللي هو بسبب غاسترو انتستينال، مرض بالامعاء، بيكون عندنا نازل الالبومين، ما عم بصير الابزوربشن بشكل منيح، كمان بيكون عندنا نازل الجلوبيولين بس بالمقابل الالفا 2 جلوبيولين عالي، الالفا 2 ماكرو جلوبيولين عاليه. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، موفقين بامتحانكم.